بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم طلاب الصف الرابع، اهلا وسهلا بكم. محاضره جديده من محاضراتنا اللي وصلنا وياكم الما للحمامه. طلاب، وصلنا احنا بالمحاضره السابقه شرحنا تركيب يعني المظهر الخارجي للحمامه، وخلينا نقول التركيب الخارجي. اليوم راح نشرح شنو هو التركيب الداخلي للحمامه مثل ما شرحنا السمكه. شوف، عندنا اول شيء الجهاز الهضمي. اول واحد ايش عندي؟ عندي الجهاز الهضمي. يقول منين يتالف الجهاز الهضمي؟ شوف، هاي هنا ممكن تجيك شنو تبع عليه، ممكن تجيك عدد مكونات الجهاز الهضمي. هتقول لي استاذ مكونات الجهاز الهضمي، هتقول لي استاذ اول شيء القناة الهضمية. اول شيء شنو عندك؟ القناة الهضمية. اثنين، الغدد الملحقة. طبعا القناة الهضمية راح ناخذها من الفم لحد المخرج، والغدد الملحقة والمتمثلة بمن؟ الكبد والبنكرياس. شوف بالك وياي. هسه احنا عندنا اول شيء شنو؟ قناة هضمية وبها تفاصيل، بها انه شنو؟ تفاصيل. زين، الغدد الملحقة يقول لك سؤال، ما هي الغدد الملحقة بالجهاز الهضمي؟ شباب انتبه علي، يقول لك ما هي الغدد الملحقة بمن؟ بالجهاز الهضمي. يقول الاستاذ الكبد والبنكرياس. الكبد والبنكرياس ممن يتألف الجهاز الهضمي؟ تقول الاستاذ القناة الهضمية والغدد الملحقة والمتمثلة بالكبد والبنكرياس. نجي على القناة الهضمية، بالك وياي. يقول القناة الهضمية تبتدئ القناة الهضمية بفتحة الفم التي تكون محاطة بمن؟ بالمنقار، يعني باو علي. هسه احنا هذا الطير صح لو لا؟ شوف، هاي فتحة الفم، هاي فتحة الفم، بس فتحة الفم مش بيها؟ تقول الاستاذ محاطة بمن؟ بالمنقار. فمنها تبدأ القناة الهضمية؟ مين؟ يقول بفتحة الفم التي تكون محاطة بالمنقار، يعني فتحة الفم محاطة بمن؟ بالمنقار. يقول الحمامة أسوة ببقية الطيور. احنا موضوعنا شنو؟ الحمامة. يقول أسوة ببقية الطيور الحديثة تفتقد شنو؟ الأسنان. حلو، يعني الحمامة شنو؟ ما عندها أسنان. خلصنا من عندها. نجي اللسان. يقول اللسان في الحمامة يتصل بمؤخرة قاع التجويف الفمي ويكون مدبب النهاية الأمامية. شوف بقى، هسه احنا هنا اكو، خلينا نقول تجويف فمي. خلينا نروح على الصبورة مالتنا، تبع عليه. شوف بالك وياي، يقول الحمامة هسه احنا خلينا نقول هاي الحمامة، هاي العين مالت، خوش حكاية، وهاي حمامة عندك. قلنا الفم، القناة الهضمية تبدأ بمن؟ بفتحة الفم، هاي فتحة الفم. فتحة الفم محاطة بمن؟ محاطة بالمنقار. بمن محاطة؟ بالمنقار. انتبه عليه، محاطة بمن؟ بالمنقار. هسه هاي نريد نطفيها. شوف، فتحة الفم يقول محاطة بمن؟ بالمنقار. هاي فتحة الفم محاطة بمن؟ بالمنقار. تمام شباب، فتحة الفم محاطة بمن؟ بالمنقار. تمام. انه شو يقول؟ بالك وياي، يقول يابا عندي هذا التجويف الفمي. هذا شنو هو التجويف الفم؟ تجويف يعني الفتحة اللي يصير بها الأكل. يقول اللسان طبعا ما عندها أسنان، يقول اللسان مدبب النهاية. مدبب شنو النهاية؟ يعني هيك صاير. تمام، ويتصل بمن؟ بقاع الفم. هذا قاع الفم، هذا شنو؟ قاع الفم. فيتصل بمن؟ بقاع الفم. صار واضح؟ زين، نجي نكمل. يقول يؤدي الجوف الفمي المن الى البلعوم الذي يتميز في الحمامة بكونه قصير. شوف هسه احنا اتبع عليه شو يقول. يقول استاذ
يؤدي الجوف الفمي المن إلى البلعوم الذي يتميز في الحمامة بكونه قصيرا وذا جدران عضلية. زين وذا شنو؟ جدران عضلية. انتبه عليه نرجع. شو يقول؟ يقول هذا التجويف الفمي راح يؤدي المن راح يؤدي إلى هذا، خلينا نقول هذا البلعوم. هذا شنو؟ البلعوم. البلعوم شنو مميزاته؟ أول شيء قصير، هاي أولا، وثنيا ذا جدران عضلية. فش يقول؟ سميكة. ذا جدران عضلية سميكة. زين حلو أستاذ، خلصناها نرجع نكمل. يقول يوجد وسط الجدار الظهر للبلعوم شق صغير يمثل الفتحة المشتركة المن لقناتي أوستاكي التي تربط بالإذن الوسطى في كل جانب. بعض احنا شنو اول شيء قناة أوستاكي؟ اكو قناة ترتبط صايرة يعني من هنا تروح ترتبط بمن؟ بتجويف خلينا نقول التجويف البلعوم بس من الجهة الظهرية. اكو قناة مشتركة تربط اللي هو شنو الإذن بمن؟ بالبلعوم. الإذن بمن؟ بالبلعوم. شايف مرات من تاكل مثلا وتقرقط تحس الصوت السمعه؟ ليش؟ لان اكو قناة مشتركة يسموها شنو؟ قناة أوستاكي. قناة شنو؟ أوستاكي. بالك يعني. يقول يوجد وسط الجدار الظهري للبلعوم، وسط الجدار الظهري للبلعوم شق صغير. اوكي استاذ شنو الجدار الظهري؟ بقى هسه احنا مو عندي انا هذا البلعوم، بقى مو عندي انا هنا هذا البلعوم، خلي شوي نمسح هنا أنا. او خلي احكي لك بس على البلعوم هنا. هذا البلعوم. زين هذا البلعوم بجدار ظهري. هذا شنو؟ جدار ظهري. الجدار الظهري ايش بيه؟ بتجويف. بشنو؟ بتجويف. هذا التجويف اللي هو شنو؟ يؤدي الى قناتي أوستاكي اللي تربط بمن؟ بالاذن الوسطى. طبعا منا ومنا تربط من الجهتين. تمام شباب. يقول توجد فتحة المزمار في وسط قاع البلعوم ممثلة بشق طولي يؤدي إلى الحنجرة المن في أعلى الرغامي. بعد هسا احنا بالك وياي هذا البلعوم، هم نرجع على البلعوم. هنا موجود شنو؟ لسان المزمار. لسان شنو؟ المزمار. شو يقول؟ شو يقول على لسان المزمار؟ يقول هي عبارة عن شق طولي في وسط قاع البلعوم. بقى احنا كان ظهر البلعوم ايش بيه؟ بشق طولي يؤدي المن الى قناة أوستاكي. ظهر الجدار الظهري المن للبلعوم. نجي للقاع، القاع الجوا مالت البلعوم، هذا القاع مالته. ايش عندك؟ عندك لسان المزمار. ايش عندك؟ لسان المزمار. لسان المزمار يقول عبارة عن شق طولي في وسط قاع البلعوم. بعض هنا يقول بقى شوف، يقول يوجد في وسط الجدار الظهري للبلعوم. هنا بظهر البلعوم هذا بقى هسه هذا خلينا نقول هذا بلعوم، هذا الظهر مالته. زين اكو شنو؟ شق صغير يمثل بالفتحة المشتركة المن لقناة أوستاكي التي ترتبط بالأذن الوسطى في كل جانب. زين قاع البلعوم شنو اللي موجود عندي؟ بقاع البلعوم موجود عندي فتحة المزمار. فتحة المزمار صار واضح؟ بالقاع مالت البلعوم موجود عندي شنو؟ فتحة المزمار. زين نكمل. يقول هي عبارة عن شق طولي، عرف لي اياها فتحة المزمار، تقول لي عبارة عن شق طولي في وسط بنص، مو جدار الظهر اذا جاب لك اياها صح وخطأ، مو بجدار الظهر، تقول لي لا في وسط قاع البلعوم. لعد يا فتحة اللي موجودة بالجدار الظهري، تقول لي اللي هي الفتحة المشتركة اللي تؤدي الى قناة أوستاكي. زين شنو وظيفتها؟ يؤدي الى الحنجرة في اعلى الرغامي. تمام. زين هسه خلصنا من البلعوم ومكوناته. يقول يؤدي البلعوم الى المرئ الذي يتمثل بانبوب عضلي الجدران طويل نسبيا يقع الى الجهه الظهريه من الرغامي وعلى امتداد العنق. تعال بالك وياي شوف، هذا الرغامي هنا راح اسوي لك اياه بهذا اللون. هذا شنو هو؟ رغامي. هذا شنو هو؟ رغامي. متفقين؟
لحد الان هنا تمام. ايش عندي هنا؟ أنا عندي باوع، عندي هذا يسموه شنو؟ المرء. هذا شنو؟ المرء. انبوبه عضليه تقع شنو؟ تشوف تقع خلف الرغامي. هذا الرغامي هي بالجهه الظهريه، هاي الجهه الظهريه، هاي الجهه الاماميه، زين، هاي الجهه الظهريه لمن؟ للرغامي، تمام. باوع يقول عباره عن انبوب قصير، زين، عضلي، تقدر تقول عباره عن انبوب عضلي يمتد على طول البلعوم ويقع وين؟ على طول العنق، ويمتد يقع بالجهه الظهريه لمن؟ للرغامي. هذا خلص. خلينا نشوف بعد شنو موجود عندي. تعال، زين، يقول على امتداد العنق شنو يتميز المرء؟ يقول يتميز المرء في الحمامة لا جزء متسع بشكل تركيب كيسي يعرف بالحوصلة، ويمثل شنو؟ مخزنا للطعام. با ايش بيه المرء؟ بهنا جزء متسع، هذا شنو؟ جزء متسع. هذا الجزء شنو؟ متسع. هذا الجزء المتسع شو اسمه؟ اسمه الحوصلة. شنو وظيفتها؟ خزن الطعام. خزن شنو؟ الطعام. صار واضح؟ هسه بدينا بالفم، انه بالبلعوم ومكوناته وكم فتحه بيه، زين. شوف الفم والتجويف، الفم اللي بيه لسان ماكو اسنان، انه بالبلعوم اللي شنو بيه من يتصل كم فتحه بيه، زين. النوب المن الى المرء، المرء وين يقع؟ بالجهه الظهريه المن للرغامي وعلى امتداد العنق. شنو يتميز؟ انه عنده بمنطقه متسعه اسمها الحوصله، وظيفتها خزن الطعام. زين، بالك وياي. زين، وتستخدمه البالغات، ها هذا مهمه. يقول وتستخدمه البالغات في تغذيه الصغار مع المواد الغذائية وهي تحتوي على نسبة من الدهن أعلى من لبن البقر. ها، يعني هسه احنا شوف هنا احنا اللبن مات البقر بنسبة من الدهن مو يسموه كامل دسم، بينما الحوصلة تحتوي على شنو؟ على غذاء بنسبة عالية من الدهن بس أعلى منين؟ من اللبن مال البقر. يقول هذا بمن؟ بالنسبة للحوصلة. أما الجزء الثاني فيكون أنبوب ضيق. شوف هسه يعني شنو استاذ؟ هذا اما الجزء الثاني هاي المن، هاي اما الجزء الثاني هي للمرء. فهسه المرء يتقسم الى قسمين، حوصله، هذا خلينا نقول حوصله، زين، هذا الجزء الاول اللي هو حوصله تركيب متسع، والجزء الثاني هو شنو؟ انبوبي ضيق. صار واضح؟ زين، عرف لبن الحمام شنو هذا استاذ؟ حليب مال طيور. تعال، يقول هو سائل تفرزه الحوصله وينتج من تكسير الخلايا الظهارية المبطنة للحوصلة. يعني الخلايا مو راح تتكسر المبطنة للحوصلة، يعني هنا اكو خلايا، تبع عليه اكو خلايا، تبع عليه اكو شنو؟ خلايا. هاي الخلايا شنو؟ مبطنة لمن؟ للحوصلة. فيقول هاي شنو؟ هاي خلايا مبطنة لمن؟ للحوصلة. شو يقول؟ يقول وهو سائل تفرزه الحوصلة ينتج، ما منشأه، ما منشأ لبن الحمام، تقول لي من تكسير الخلايا الظهارية المبطنة لمن؟ للحوصلة. زين، هاي مو راح تتكسر الخلايا، فراح ينتج شنو هنا؟ لبن الحمام. لبن شنو الحمام؟ ما منشأ لبن الحمام، تقول لي من تكسير الخلايا الظهارية. يعني شنو الظهارية؟ يعني اللي تغطي من الداخل شنو؟ الحوصلة. شنو وظيفته؟ موقع ووظيفة. هذا موقع زائد وظيفة لبن الحمام. تقول لي الموقع عرفناه، زين، بالحوصلة، ومنشأ مين؟ من تكسير خلايا مبطنة المن للحوصلة. وظيفته تستخدمه البالغات يعني الكبار في تغذية الصغار مع المواد الغذائية، وهو يحوي على نسبة من الدهون أعلى من لبن البقر. صار واضح شباب؟ هذا خلصنا. هسه شنو؟ المرء. شوف يقول في الحمام ينتج ما يعرف بلبن الحمام، ينتج لبن الحمام من تكسير الخلايا الظهارية المبطنة للحوصلة، وتستخدمه البالغات في تغذية الصغار مع المواد الغذائية، وهو يحتوي على نسبة من الدهن أعلى من البقر. تمام شباب؟ هاي خلصناها. زين، هسه ايش خلصنا؟ خلصنا المرء. خلينا نشوف بعد المرء وين راح يروح. يقول يفتح المرء في نهايته عند المعدة التي تتميز في الحمامة إلى جزئين، أمامي مخروطي، الشكل يمثل المعدة الأمامية، ويطلق عليها أيضا بالمعدة المغذية، حيث تكون
بطانة هذا الجزء غدية تفرز مواد هاضمة. تعال نرجع هاي، شوف هسه احنا اذا هيكرد اسوي فرضا، طبعا هي بالمناسبة هنا هي انه الجزء الحوصلي، هسه راح نجي على المعدة نعطيها غير لون. يقول يفتح المرء بمن؟ بالمعدة. يفتح المرء بمن؟ بالمعدة. والمعدة تقسم المن الى جزئين، خليه تسويه. الجزء الاول يسموه جزء مخروطي، جزء شنو هو؟ مخروطي، تمام. هذا الجزء المخروطي ايش يحتوي؟ يحتوي على خلايا غدية. خلايا شنو هو؟ غدية تفرز غدد، اللي هي الغدد الهاضمة. شو يقول؟ يقول يفتح المرء في نهايته عند المعدة التي تتميز في الحمامة إلى جزئين، جزء أمامي مخروط الشكل يمثل يسموه شنو؟ المعدة الأمامية، ويطلق عليه أيضا بالمعدة شنو؟ المغذية، حيث تكون بطانة هذا الجزء شنو؟ غدية تفرز مواد هاضمة. زين، أما الجزء الثاني من المعدة فيتميز بجدرانه العضلية السميكة، ويكون مبطنا بطبقة متقرنة سميكة، ويطلق على هذا الجزء بالقانصة، ويسمى أيضا بالمعدة العضلية، وتحصل فيه عملية شنو؟ الهضم الميكانيكي. شوف هسه يا معدة احنا وصلنا، أما الجزء الثاني من المعدة فيتميز بجدران عضلية سميكة، اللي ايش نسميها؟ المعدة العضلية. تعال هذا الجزء الثاني من المعدة، هذا الجزء الثاني شنو؟ من المعدة. هذا الجزء الثاني من المعدة راح شو اسميه؟ اسميه، انتبه عليه، المعدة العضلية. شنو وظيفتها؟ يصير بها هضم ميكانيكي. شنو هضم ميكانيكي؟ يعني تظل تحصر الطعام والحنطة لحد ما تطحنها، تمام، مثل الطاحونة. فهنا شوف شنو اللي يميزها؟ انه تكون ذات بطانة شو تكون؟ متقرنة. متقرنة يعني شوف شلون الجلد تكون متقرنة، تكون كلش قوية. ليش؟ حتى تهضم وتمرض شنو؟ الطعام اللي هي مثلا الاكل اللي تاكله الطيور. زين نرجع نكمل. وش اسمها طبعا بالمناسبة؟ اسمها القانصة. شو اسمها؟ القانصة. فهسه صار عندي شنو؟ الجزء المخروطي اللي احنا نسميه عليه بمن؟ بالمعدة المغذية، وعندي شنو؟ القانصة. يقول ما موقع القانصة؟ موقع وظيفة القانصة. سؤال، ما موقع ووظيفة شنو؟ القانصة. شنو موقع ووظيفة القانصة؟ تقول لي استاذ الموقع الجزء الخلفي من المعدة في الحمام، الوظيفة شنو؟ الهضم، يحصل فيها الهضم الميكانيكي. شنو تتميز القانصة؟ بماذا تتميز القانصة؟ تقول لي ويكون مبطنا بطبقة شنو؟ متقرنة سميكة. صار واضح؟ زين شوف هذا التعليل مهم. يقول تبتلع الحمامة قطعا صغيرة من الحصى. ليش تبلع الحمامة تبلع حصو؟ تقول لي استاذ لأن تساعد في طحن الطعام وسحقه، والذي غالبا ما يتمثل بمن؟ بالحبوب. احنا شوف مو تروح هذا الحصو وين راح يروح؟ راح يروح بالمعدة اللي هي شنو؟ بالقانصة. مو يصير بها هضم ميكانيكي، اكو حصو اكو حنطة، فيظل شنو؟ يطحنه. القانصة في الحمام، عرف لي القانصة بمن؟ بالحمام. يقول وهو جزء ذات شنو؟ جدران عضلية سميكة. شوف أول شيء ذات جدران عضلية شنو؟ سميكة. اثنين، مبطنة بطبقة متقرنة سميكة، هاي مميزاتها وتعريفها بنفس الوقت، ويسمى أيضا بالمعدة شنو؟ العضلية، تمام. هاي بالنسبة لمن؟ القانصة. تبع عليه عندك هذا التعليل، يطلق على المعدة الأمامية بالمعدة الغدية في الحمام. ليش؟ القصاد لأن بطانة هذا الجزء من الأمعاء غدية تفرز مواد هاضمة. كلش مهم اللي هو بالنسبة للمعدة. تعال خلي نكمل بالك يعني. يقول تؤدي المعدة المن إلى الأمعاء بجزئيها الدقيق والغليظ. شوف خلي نروح شنو اللي يقول. يقول تتألف هسه قبل لا نقول تتألف الأمعاء الدقيقة، نروح هنا هاي المعدة راح تروح المكان، شوف راح تروح المن المكان، بالك وياي بالك وياي، نعطيها يا لون، نعطيها هذا اللون.
اعطيها لون ازرق هذا. شوف شوف هاي الامعاء، خلينا نقول الدقيقه، وهاي الامعاء الغليظه. شوف يقول تؤدي المعده علما الى الامعاء بجزئها، الامعاء الدقيقه والامعاء من الغليظه. تعال خلينا نروح نكمل. شوف يقول تتالف الامعاء الدقيقه، من تتالف؟ يقول استاذ من الاثنى عشري الذي يتخذ شكل حرف يو، يرتبط ضلعه الاول بالقانصه في حين يرتبط ضلعه الثاني بالجزء الذي يلي شنو من الامعاء الدقيقه، والذي يمثل شنو اللفائفي، وهو اطول اجزاء الامعاء وترتبط طياته بواسطه شنو المساريق. صار كيش ما افتهمت باوع. احنا ايش عدي باوع؟ هاي مو المعده اكو بيها في التركيب بشكل حرف يو، شكل شنو حرف يو. يقول جزءه يعني هذا الامامي، هذا شو اسمه الاثنى عشري، تمام؟ يعني الجزء الاول يتصل بمن؟ هو قايل لي بالقانصه، هاي القانصه صح لو لا؟ هاي اسمها شنو؟ القانصه، هي المعده الخلفيه صح لو لا؟ فبشكل حرف يو. الجزء الثاني يرتبط بمن باوع؟ اللي شوف شوف بمن يرتبط؟ يرتبط باوع هذا شو اسمه؟ اسمه اللفائفي. صار واضح؟ هذا شنو؟ الاثنى عشري، فهي تمثل بمن؟ الامعاء الدقيقه بالاثنى عشري اللي ترتبط بمن؟ ضلعه يعني على شكل حرف يو، ضلعه الامامي بمن؟ بالقانصه، والضلع الثاني بمن؟ باللفائفي. صار واضح شباب؟ نجي نكمل. يقول اللفائفي وهو اطول اجزاء الامعاء وترتبط طياته بواسطه شنو؟ مساريق. زين؟ نجي تتمثل الامعاء الغليظه في الحمامه بقناه صغيره تكون اسمك واوسع قطرا من الامعاء الدقيقه، وهي ممثله بمن؟ بالمستقيم الذي يفتح في منطقه المجمع، والاخيره يفتح المن الى الخارج من خلال الفتحه المشتركه. شوف اعيد، تتمثل الامعاء الغليظه بقناه صغيره تكون اسمك واوسع قطرا من الامعاء الدقيقه. القطر يعني شنو؟ اللي هو قطر الدائره، وهي ممثلة أول شيء بمن؟ بالمستقيم الذي يفتح في منطقة شنو؟ المجمع، والأخير يفتح بمن؟ إلى الخارج من خلال الفتحة المشتركة. باو هنا أكو، خلي الأمعاء الغليظة ننطيها هذا الشكل، تكون القطر مالتها شنو؟ أوسع. هذا شو اسمه؟ المستقيم، تمام؟ وهنا ايش عندي؟ سموها المجمع، وهاي هنا اللي هو تنتهي بمن؟ يسموها الفتحة المشتركة. صار واضح شباب؟ هاي بالنسبة لمن؟ بالنسبة للقناة الهضمية، بالنسبة لمن؟ للقناة الهضمية. بدينا بها من فتحة الفم، انتهينا بها بمن؟ بفتحة المخرج. تعالوا خلينا نكمل اللي يسموها الفتحة المشتركة. يقول يوجد عند اتصال المستقيم باللفائفي بروزان انبوبيان قصيران يعرفان بمن؟ بأعاور المستقيم. عرفوا أعاور المستقيم، يقول وهي بروزان انبوبيان، يعني مثل بواري يعني يكون مجوف، بروز انبوبي قصيران عند اتصال المستقيم باللفائفي في الجهاز الهضمي في الحمامة. تعالوا خلينا نشوف وينه. هاي مو منطقة، هسه احنا هنا بس اعدلكم الرسم حتى شي يصير مات الرسم ومرتب. باوع احنا مو اتفقنا هنا اللفائفي اللي ترتبط طياته بمن؟ خلينا نقول بمساريق صح لو لا؟ وهذا اتفقنا شنو هو المستقيم، هنا راح يصير عندك المستقيم، هذا المستقيم خلينا نعطيه لون ابيض، هذا المستقيم،
هذا من هو المستقيم، انتبه عليه. اكو هنا بروزان انبوبيان، بروزان شنو انبوبيان، هذا البروز وهذا شنو بروز ثاني. بس بقى البروز وين؟ عند منطقة اتصال اللفائفي، اللفائفي بمن؟ بالمستقيم. عند منطقة اتصال اللفائفي بالمستقيم، هاي شو اسمها؟ اسمها العاور. شوف هنا أنا شو يقول بقى إذا أريد أعرفها، يقول وهي مناطق أو بروزان، بروزان شنو أنبوبيان، بقى فراغ بروزان أنبوبيان، فراغ بروزان أنبوبيان، فراغ بروزان انبوبيان يرتبطان عند منطقة اتصال اللفائفي بمن؟ بالمستقيم. شوف هاي منطقة اتصال اللفائفي بمن؟ بالمستقيم. شو اسمها؟ اسمها تقول استاذ الاعاور او اعاور المستقيم، اعاور المستقيم. اعرف اعاور المستقيم، عبارة عن بروزان، عبارة عن بروزان انبوبيان. يعني شنو انبوبيان؟ يعني هيجي يصير عبارة عن شنو بروزان انبوبيان يتصلان عند منطقة اللفائفي بمن؟ بالمستقيم. صار واضح؟ هذا بالنسبة اللي هو كل ما يخص شنو الجهاز الهضمي. نجي هسه شنو على الغدد. شوف عندي الغدد الملحقة بمن؟ بالقناة الهضمية، اللي هو الكبد والبنكرياس. انتبه عليه. الكبد يقول الأستاذ يتألف الكبد أو يتألف كبد الطيور على الأغلب من فصين أو أكثر، فهو يتكون في الحمامة من فص أيمن وآخر أيسر، ويبرز من كل فص قناة صفراء تفتح في ضلعي الاثنى عشري وكيس صفراء مفقود في الحمامة. باوع احنا مو وصلنا قلنا هذا الاثنى عشري على شكل حرف يو، صح لو لا؟ اللي أخذناه بالحمامة. يقول يتألف الكبد في الطيور على الأغلب من فصين أو أكثر، بس بالحمامة مين موجود؟ من فص أيمن زين وفص أيسر، تمام؟ يقول يبرز من كل فص قناة صفراء، هاي قناة صفراء. شو يقول هاي قناة صفراء؟ تفتح في ضلعي الاثنى عشري. وين الضلع الاثنى عشري؟ هذا ضلع رقم واحد وهذا ضلع شنو رقم اثنين. شوف فهاي راح تفتح بهذا الضلع وهاي راح تفتح بمن؟ بهذا الضلع. شوفوا هنا تفتح، فبالك وياي انتبه عليه. هذا شنو اللي هو الكبد يتألف من فصين او اكثر بالطيور، بس بالحمامة مين يتألف من فص ايمن وفص شنو ايسر، فص ايمن وفص ايسر. يقول ويبرز من كل فص قناة صفراء، هاي شو اسمها؟ قناة صفراء، قناة صفراء تفتح بمن؟ بكل ضلع مين؟ من ضلع الاثنى عشري. زين يقول وكيس الصفراء مفقود في الحمامة، يعني ما بيها كيس صفراء. يقول علل كيس الصفراء مفقود في الحمامة ليش؟ تقول استاذ لأن غذاء الطيور يعتمد على الحبوب ولا يعتمد على الدهون. يعني استاذ بس اللي خلينا نقول هسه مثلا الإنسان عنده كيس صفراء ليش؟ لأن ياكل دهون، تمام؟ فأنا شو أسوي بكيس الصفراء؟ ما عندي إنه الطيور ما تاكل دهون، فشو أسوي بمن؟ بكيس الصفراء. تقول استاذ لأن غذاء الطيور يعتمد على الحبوب وليس الدهون. زين نجي على البنكرياس، بالك وياي. البنكرياس شو تقول لي؟ تقول استاذ يتمثل البنكرياس في الحمامة، شوف يتمثل البنكرياس في الحمامة بفص اسطواني، شوف بفص شنو اسطواني يوجد محتضنا بين ذراعي الاثنى عشري وتفتح اقنيته في ذراعي الاثنى عشري. استاذ ما افتهمت، باو احنا الاثنى عشري هذا شكله، صح لو لا؟ احنا مو قلنا هذا ضلع وهذا ضلع، واحد يرتبط بالقانصة وواحد يرتبط بمن؟ اللي هو قلنا احنا باللفائفي، تمام لو لا؟ اللي يعتبر من الامعاء الدقيقة. زين تقول الاستاذ يمثل البنكرياس في الحمامة بفصين اسطواني يوجد محتضنا شنو بين ذراعي الاثنى عشري، هذا ذراع وهذا ذراع، فيوجد شنو بشكل تركيب اسطواني. اسطواني يعني شلون؟ خلينا نقول قنينة مال غاز اسطوانية، هذا تركيب شنو اسطواني. يوجد محتضنا بين الذراعين، يوجد محتضنا بين الذراعين، يوجد محتضنا بين شنو بين الذراعين، وتفتح اقنيته في ذراعي الاثنى عشري، يعني هاي راح تفتح بهذا الذراع وهذا راح تفتح بمن؟ بهذا الذراع. هذا هو البنكرياس. يقول يتمثل بتركيب اسطواني، شوف شوف على الرسمة حفظه، يتمثل بتركيب اسطواني، يتمثل بتركيب شنو اسطواني يحتضن ذراعي الاثنى عشري اللي هو على شكل حرف يو. زين يقول ويتمثل بفص اسطواني او
بفوس أسطوان يوجد محتضنا بين ذراعي الاثنى عشر وتفتح أقنيته بمن؟ بالذراعين. يقول في ذراعي الاثنى عشر، صار واضح؟ زين، هذا خلصنا اللي هو شنو؟ الجهاز الهضمي. تعالوا المحاضرة اللي بعدها اللي هو شنو؟ الجهاز التنفسي. في أمان الله وحفظه.